Hi everyone, with you Ms. Shayma Munir. Welcome everyone. النهاردة الفيديو بتاعنا exclusive حصري جدا. النهاردة هنتكلم عن Connect Plus 3 Unit 1 ولكن بشكل مختلف. مش هناخد كلمات، لأ، الفيديو النهاردة أنا عاملها مخصوص للجرامر، للقواعد الموجودة عندي في Unit 1 Part 1. هناخد النهاردة الجزء الأول من القواعد. Let's start. عندي النهاردة هنتكلم عن الـ Future Sample، يعني المستقبل البسيط. أوكي، بيتكون من إيه؟ يلا بينا نشوف مع بعض. سهل جدا وبسيط. أول حاجة في الـ Positive Form، في الجملة المثبتة، بنحط well وبعدين بيجي وراها الـ Infinitive Form المصدر. For example، على سبيل المثال، لما أقول I will be 35 next month، أنا هتم 53 سنة الشهر القادم. أوكي، طيب في حالة بقى negative form في الجملة المنفية بتكون إزاي؟ بتكون will not or won't، الاتنين صح، وبرضو وراها الـ infinitive form المصدر. نشوف مع بعض مثال عشان نفهم أكتر. I will not play tomorrow، أنا مش هلعب غدا. I will not play tomorrow. أوكي، طيب في الـ question form، في السؤال ببتدي بوال في الأول وبعدين السبجكت والفيرب في الانفينيتيف فورم. ويل في الأول بمعنى هل. أوكي، طيب نشوف مع بعض example. Will you visit Luxor؟ هل أنت ستزوري الأقصر؟ هنا الإجابة مدام سألت بوال very good excellent، يا إما yes، دي في البوزيتيف yes I will، أيوة أنا فعلا هزورها، أو في النيجاتيف فورم فبقول no، لأ no I won't، ودي بسميها short answer، يعني إجابة مختصرة. أوكي، عندي طريقة تانية للسؤال وهي بأداة الاستفهام. ببتدي بيها في الأول وبعدين بحط well وبعدين subject وبرضو infinitive form. أوكي، نشوف مع بعض example. أنا عندي هنا مثلا بيقول إيه؟ بيقول What will you do tomorrow؟ انت هتعملي ايه بكرة؟ هتعملي ايه غدا؟ What will you do tomorrow؟ هنا جواب اتقالت I will go to Luxor، انا هزور الأقصر، او سوف اذهب للأقصر. اوكي؟ تمام. طيب ده يخلينا نفهم يعني ايه keywords، مفاتيح الزمن. لما يجيلي في الزمن ده tomorrow، next week، next month، next year، in the future، كل ده بيعبر عن very good excellent sample future. اوكي، هنا عندي الجزء الخاص بالـ rewrite، يعني إعادة كتابة الجملة مرة تانية. هنا بيقول I play basketball every day، إحنا عايزين نشيل every day ونحط tomorrow، فهتبقى I will play basketball tomorrow. هديكم إن شاء الله بإذن الله أمثلة أكتر عن الـ rewrite عشان محتاجين ولادنا يفهموا يعني إيه rewrite وإزاي بحلها. ده كان الجزء الخاص معايا part 1 من Connect 3 Plus. كان معاكم شيماء منير. Thanks for watching and see you soon. Bye. Thanks for watching and see you soon. Bye.